Ah,
هذا باب التوبة الذي كتبت عليه آيات التوبة. هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز، اكبر احفاد الشيخ عبد العزيز الشيخ. نيت مين يا عمي؟ هذا شيء خاص، هذا نتبارك، هذا نتبارك جدا، نتبارك جدا. هيبة مو شرع يعني. لا يا حبيبي احنا ما نبغى حساس، انا غلطانين يقولوا لا تحكي الشفت هذا غلطانين حبيبي. هذا كان يضرب عن جهل دائما، ان احنا ما نبغى احد هذا